يعد أكرم توفي أحد أبرز العناصر الشابة الواعدة في كرة القدم المصرية، ينتظره مستقبل باهر لما يملكه من قدرات وضعته في تصنيف أنه الخليفة الشرعي والأساسي لحسام عاشور أسطورة وقائد الأهلي. بزغ نجم أكرم توفي في قطاع الناشئين بإنبي بسبب موهبته الكبيرة واسم عائلته الكروية، فسبقه أشقاؤه في عالم الأضواء للساحرة المستديرة عبد العزيز توفي وأحمد توفي. لعب وتألق أكرم مع النادي البترولي مما جعله محط أنظار العديد من الأندية قبل أن ينضم لمنتخب مصر للشباب. انضم للأهلي بعد صراع طويل مع عدد من الأندية في صيف 2016، يعد أحد أصغر اللاعبين سنا في قائمة الأهلي مما يضعه في خانة اللاعبين الذين يشكلون مستقبل الفريق. أكرم توفيق يعتبر من نوعية اللاعبين التي تنطبق عليهم كلمة أبناء النادي، هو يجتهد في تدريباته، يلتزم بتعليمات مدربيه، ينتظر الفرصة التي ستأتي له من دون شك.